نظمت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري ورشة توعوية افتراضية بعنوان الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، وذلك بالتعاون مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. واستطاعت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري من استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية وتعزيز كفاءتها واستدامتها في خدماتها البحرية. لتقديم خدمة متكاملة وآمنة في الخدمات البحرية وتعزيز الابتكار، تمكنت شركة أسري من تحقيق طفرة تكنولوجية لا غنى عنها في كافة مراحل العمليات التشغيلية لتكون كسلاح ذهبي في العالم الرقمي المتطور. وطبقت شركة أسري بجميع إداراتها الذكاء الاصطناعي لتواصل مسيرة التنمية والتطور من خلال الأعمال التي تقوم بها لتؤكد على مهنيتها ومكانتها إقليميا وعالميا. في قسم التدريب احنا دائما نطور موظفينا والكوادر البحرينية باستخدام الذكاء الاصطناعي، لأن هذه هي لغة العصر أو لغة المستقبل، وطبعا هذه لغة المستقبل هي اللي راح تطور من أداء الشركة ونظرة بتكون شاملة مع نظرة البحرين. الذكاء الاصطناعي شيء أساسي في مجالنا اليوم، هو يساعد في الأمور أن تمشي بشكل أسرع وأفضل. اليوم الذكاء الاصطناعي شيء أو عنصر أساسي في نجاح معظم الشركات، مو معظم بل كل الشركات في البحرين. نستخدم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشكل خاص في أمورنا المالية، وهذا الشيء يساعدنا على الارتقاء في الأداء الوظيفي. ويعكس هذا النهج التي استطاعت شركة أسري من تحقيقه في عملياتها التشغيلية اليومية النجاح والتحول الكبير في خدماتها التخصصية التي نالت رضا العملاء عبر مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة وتحسينها لمستويات الجودة. الذكاء الاصطناعي شيء وايد مهم يطبق في مجال العمل، يطبق في يعني كل يوم يطبق عندنا في مجال العمل، وغير عندي يطبق في كل الشركات، وغير أنه يسهل الشغل لنا، يزيد الدقة لنا بالشغل ودقة التواصل بين الأقسام في الشركة. فأنا في هالشركة منسق المشاريع، فشغلتي في هالشركة أن أرتب كل شيء من كل نواحي حق إصلاح السفن. فتصليح السفن هو مشروع خلينا نقول وايد كبير. إحنا في إدارة المشاريع نستخدم الذكاء الصناعي عشان يسهل علينا الصعوبات اللي نواجهها في المشروع. وتعد شركة أسري إحدى الشركات المرموقة في مملكة البحرين، والتي حازت على تقدير دولي، متفوقة بذلك على كوكبة من الشركات العاملة في إصلاح السفن حول العالم. لم تقف شركة أسري عن تقديم أفضل الحلول، بل ساهمت أيضا بشكل مباشر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام. الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري تعد من الشركات الرائدة في مملكة البحرين، والتي تمكنت من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالها من تحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى مواصلة مسيرة الإنجاز والابتكار في جميع أعمالها وتحقيق رضا العميل. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.